تعالوا بقى نروح مع حضراتكم دلوقتي لموضوع تاني واكيد بيهم كل عشاق الرياضه العالميه، ونتكلم تحديدا عن محمد صلاح. طبعا هيلعب النهارده مع فريق ليفربول، مواجهه يعني اكيد هتكون قويه بقى، ذهاب الدور الثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا امام انتر ميلان الايطالي على ملعب سان سيرو في مدينه ميلانو. صراحه يمكن مش اول مره، لو هنرجع كده شويه بالتاريخ، مش اول مره اكيد يلعب في مدينه ميلانو بالتحديد، كمان بنتكلم مع يعني قطبي المدينه انتر ميلان واي سي ميلان، بتبقى ماتشات قويه جدا. وهو لعب قبل كده طبعا برضو مع الثنائي وسجل كمان، مش بس لعب لا وسجل، ده كان موسم 2015 و16 وموسم 2016 و2017، فاعتقد هتبقى مباراه قويه جدا. أكيد يعني ليفربول مع برضو يعني الفرق الايطاليه عامه، بتكلم انتر ميلان او اي سي ميلان برضو من الفرق الثقيله، فاكيد هيبقى فيها استمتاع. انا بحب اتفرج اوقات، طب برضو عشان ما بقاش يعني مبالغ في كلامي، احب اتفرج على الكره العالميه عامه، بتكلم عن حتى الايطاليه او الاسبانيه طبعًا الالمانيه، طبعًا يعني الدوري الالماني كمان، الحاجات اللي انت تتفرج وتستمتع، هي دي تستمتع بالكره فعلا. مفيش بقى كمان ايه، مفيش حاجات من الصنف العشوائي اللي ممكن تشوفيها شويه يعني ساعات في عالمنا العربي، يعني مفيش حد اللي هو ايه شلت وخلاص، لا مفيش كوره طالعه من تحت رجل اي لاعب غيره محسوبه وبمنتهى الدقه وعارفه طريقها وعارفه رايحه لمين، في خطط صريحه بتشوفيها قدامك، في قدره عجيبه على تنفيذ كل الخطط الذكيه اللي محطوطه، لا ده في خصوصا لما بتشوف الفتره اللي فاتت برضو كان في غيابات للفيرست تيم، وكان بيبقى في ماتشات قويه، بعض الفرق كانت بتلعب بالناشئين، يعني الناشئين فيرسز الفريق الثاني الفيرست تيم بتاعه، بس بتشوف قد ايه الناشئين برضو عندهم حريفة كورة، حريفة كورة فعلا، ما بتحسش ان دول وبيسجلوا اهداف. لا في اخرها كان يمكن ماتش كان ضد برشلونة، فيعني لا ولعبوا حلو قوي، منظومة يا نهاوند، منظومة متكاملة من هم عندهم خمس ست سنين، كان نيوكاسل بتهيألي. المهم نرجع برضو نكمل كلامنا عن مو صلاح، واستكمالا لكلام نهاوند، صلاح لعب كمان في دوري ابطال اوروبا امام اي سي ميلان في ملعب سان سيرو، لو تفتكروا كان الكلام ده في دوري المجموعات، وقتها كان الفوز من نصيب ليفربول. على كل حال طبعا مواجهه النهارده مفيش ذره شك ان هي هتكون قويه جدا، واكيد كلنا بنتمنى ان محمد صلاح يرجع يسجل تاني في دوري الابطال، لان اكيد الموضوع ده هيبقى له مردود ايجابي جدا قبل ماتش العوده في انفيلد، وكمان مع منتخب مصر في المرحله الفاصله القادمه من تصفيات المونديال امام السنغال ان شاء الله، وربنا يكرمنا ويصلح الحال.